ما حسبنا الدهر يفجعنا حتى خرجت دموع صامتة بحرقة فراقك. عشت عزيزا ورحلت دون وداع، رحلت من بين أحضان الملايين وتركتنا نصارع وحدنا أمواج المآسي وآلام الفراق. كالصاعقة نزل خبر رحيل الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري، الوجه البشوش ومقدم النشرات بالقناة الثانية. نوبة قلبية مفاجئة رحل على إثرها إلى زمن النائمين طويلا. نبأ وفاة صلاح الدين هز قلوبا أنهكتها الفواجع في عام استثنائي، عام الجائحة الذي خطف منا أحباء وأقرباء كثر، عام يعزينا فيه الموت بموت آخر. الجسم الإعلامي المغربي يفقد رمزا من رموزه، شريط ذكريات اختزل مسيرة مليئة بالعطاء، طيب عمل ونقاء سريرا. رحمك الله يا صلاح الدين، أبدعت وأمتعت ورحلت قرير العين. لا تكفي ولا تشفي العبارات في رثائك، افتقدناك حقا وتتظل ذكراك محفورة في القلوب والوجدان. كل ما يسعنا فعله أن ندعو الله العلي القدير أن يلهم أهلك وذويك وكل محبيك الصبر والسلوان. انتظرنا نشرة تقول لنا فيها انتهت كورونا أخيرا، ولكنك رحلت ولم نسمع الخبر بلسانك. وداعا وداعا يا من دخلت قلوب المغاربة وخرجت في صمت، وداعا صلاح الدين، إن لله وإنا إليه راجعون. رحمة الله عليك.